السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له. وسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم بقراءة أبواب كبائر القلب، لكنني أود التنبيه أولاً إلى أن هذا الباب أو هذه الأبواب مذكورة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مذكورة في كثير من النسخ المتداولة بين الناس في هذا اليوم بباب كبائر القلب، بينما هي في المخطوطات القديمة مذكورة بأبواب كبائر القلب، لأن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في أول هذه الأبواب حديثين اثنين يبينان عظم شأن القلب، ثم ساق بعد ذلك ذكر أبواب كبائر القلب، سيأتي بيانها بإذن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كبائر القلب، والصحيح أبواب كبائر القلب كما في المخطوطات القديمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الظواهر أيها الإخوة لا تغني من الله شيئا عند فساد البواطن. قال الله تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالعبرة بصلاح البواطن أولا. والله تبارك وتعالى ذم كثيرا الظواهر عند فساد البواطن، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. ظواهرهم جميلة تعجبك أجسامهم، وألفاظهم حسنة وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. لماذا؟ لأن بواطنهم سيئة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن بواطنهم سيئة، فالعبرة بصلاح البواطن حتى وإن كان الظاهر غير حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في المقابل: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ لأن باطنه صالح، لأن إيمانه قوي، ليس كالذي يعتني بصلاح الظاهر ولا يأبه بفساد الباطن. ومن هنا جاءت هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن هنا كان القلب ملك الأعضاء ومحل التقوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى هاهنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى صدره. والحديث أخرجه مسلم
وكذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دليل على أن صلاح القلب واستقامته سبب لاستقامة بقية الأعضاء. ومن هنا أيها الإخوة، كانت العناية بالقلب عظيمة، سواء فيما يأتيه القلب أو فيما يجتنبه. والله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيش؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أسألك قلبا سليما، كما أخرج أحمد والترمذي وصححه الألباني. وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، بل يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وكذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. والحديث أخرجه مسلم. بل وكان من دعاء الراسخين في العلم أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإن قال قائل: ما الجواب إن كنتم تقولون أن القلب ملك الأعضاء، فما الجواب عن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الآن في الذكر؟ ومعنى الأعضاء كلها تكفر اللسان أي تخضع للسان خضوع من يرجو قبول الطلب منها، كما قال ذلك السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد. الجمع بين هذه الأحاديث أن نقول أن القلب ملك الأعضاء الباطنة والمعبر عنه اللسان، فلا يمكن أن يعرف ما في القلب إلا عن طريق اللسان. ولذلك كان القلب ملك الأعضاء الباطنة وهو المتحكم بها، وكان اللسان المعبر عنه، فناسب أن يكون ملك الأعضاء الظاهرة. وبهذا تجتمع الأحاديث. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذين الحديثين بابا في ذكر الكبر، فقال: باب ذكر الكبر. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. وفي النسخة التي لدي سقط قبل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، وهي موجودة في نسخ أخرى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة أو حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وروى البخاري عن حارثة بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواظ قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين. وبطر الحق رده إذا أتاك، وغمط الناس احتقارهم، وفي نسخ أخرى وازدراؤهم. ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رفعه: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. وللطبراني عن ابن عمر رفعه: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وعليه العباءة. رواته ثقات.
الكبر أيها الإخوة كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو رد الحق واحتقار الناس، رد الحق واحتقار الناس. وهذا التعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم تعاريف الكبر ومن أجمعها، وعكسه التواضع. ما هو التواضع؟ قبول الحق وإنزال الناس منازلهم. قبول الحق لأن الكبر عكسه وهو رد الحق. ولماذا قلنا وإنزال الناس منازلهم؟ أخذا بما يروى عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أنزل الناس منازلهم، لكن هذا الحديث رواه أبو داود وقال ميمون لم يدرك عائشة، هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، أنزل الناس منازلهم. والمنزلة المعتبرة هي ما اعتبرت شرعا، فالمسلم له منزلة والكافر له منزلة والفاسق له منزلة والصالح له منزلة، ولا ننزل هذا منزلة ذاك، أليس كذلك؟ فيكون التواضع قبول الحق ممن جاء به وإنزال الناس منازلهم، هذا هو التواضع. وعكسه الكبر الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث السالفة، وذمه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وهو رد الحق واحتقار الناس. وأما ما جاء في الآيات من ذم المختال فهو من الاختيال، وهو نوع من الكبر. وأما الفخور فهو من الفخر، ومنه حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. والفخر ليس شرطا أن يكون بالأحساب، بل من افتخر على الناس بأي شيء من ماديات الدنيا، من ماديات الدنيا أو معنوياتها، كان داخلا في المتكبرين والعياذ بالله. والعتل الجافي كما شرحه المصنف رحمه الله تعالى. والمقصود الجافي عن الحق فلا يصغي إليه، المقصود الجافي عن الحق فلا يصغي إليه، وهذا من الكبر بلا شك. والكبر أيها الإخوة من أعظم آفات القلب، وهو أول مفسد للأديان، أليس كذلك؟ إبليس لعنه الله كفر بسبب ماذا؟ بسبب الكبر. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو لم يخرج من الدين إلا بسبب الكبر، وبذلك كان من الكافرين، وحلت عليه اللعنة إلى يوم الدين، أليس كذلك؟ وعامة المكذبين لو تأملت سبب تكذيبهم بالدين لكان الكبر. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والقرآن أيها الإخوة مليء بتكذيبهم المصاحب لكبرهم. يقول الله تبارك وتعالى عنهم: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. والآية في سورة الأنعام: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فعامة تكذيب المكذبين سببه الكبر. بل انظروا إلى سورة الإسراء حينما ساق الله تبارك وتعالى قول الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. شوف كبر. قل لو كان، رد الله عليهم فقال: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن ما يمنعهم هؤلاء إلا الكبر والعياذ بالله. ولذلك أخبر الله عن مآلهم فقال: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. ما منعهم أن يؤمنوا إلا الكبر، فطبع الله على قلوبهم.
ومن هنا نعلم أيها الإخوة وجه كون الكبر من كبائر الذنوب، لأنه يفضي بصاحبه إلى الهلاك والكفر والعياذ بالله. ثم اعلموا أيها الإخوة أن مناط الكبر القلب، مناط الكبر القلب. ولذلك جاء في الحديث السابق الذي أخرجه الطبراني في الأوسط: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وعليه العباءة، فإن الكبر يكون من الرجل وإن عليه العباءة، أي من شدة الحاجة وضنك المعيشة، ومع ذلك يكون متكبرا، بمعنى أن الظاهر لا عبرة به، وإنما أنظر إلى قلبه هل فيه كبر أم لا. والكبر مناطه أمرين: رد الحق واحتقار الناس، وهذا أصل ظهوره على الشخص من القلب. فإذا كان قلبه متكبرا أثر ذلك على جوارحه، فرد الحق ممن جاء به واحتقر الناس كائنا من كان. واعلموا أيها الإخوة أنه ليس من الكبر أن يكون الرجل ثوبه حسنة ونعله حسنة ومركبه حسنا وهيئته جميلة، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس مظهرا وأطيبهم رائحة، وكان عليه الصلاة والسلام يتجمل. هذا ليس من الكبر، هذا ليس من الكبر، وإنما يكون ذلك كبرا إذا اقترن به الخيلاء، إذا اقترن به الخيلاء والمفاخرة على من حولك، وإذا اقترن به احتقار الناس، هنا يكون ذلك من الكبر، وأما ما عدا ذلك فليس من الكبر. واعلموا أيها الإخوة أن من أعظم ما يعالج به المرء نفسه ليجتنب الكبر، أعظم ما يعالج به المرء نفسه ليجتنب الكبر، التفكر الدائم بأصل الإنسان وخلقته ومراحل حياته ومن ثم مآله، ومن ثم مآله. أنت ما أصل خلقتك؟ تراب، أليس كذلك؟ ثم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ترى هذا أصلك. ثم بعد ذلك مراحل حياتك ما هي؟ ما هي مراحل حياتك؟ ثم بعد ذلك يعني تكون في ضعف ثم قوة ثم ضعف وشيبة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ترى هذه مراحل حياتك. تولد لا تستطيع أن تبعد الأذى عن نفسك، ثم يرزقك الله السمع والبصر والنطق والجوارح فتمشي وتبطش، ثم أدنى الأمراض، نحن في هذه الأيام الإنفلونزا منتشرة، أدنى الأمراض تهد حيلك وتطرحك في الفراش، أليس كذلك؟ إذن على ماذا الكبر؟ ثم بعد ذلك تقوى وتنشط، ثم تكبر، ثم تهرم، ثم تعود كما كنت، تعود كما كنت ضعيفا، قد تحتاج إلى من يبعد عنك الأذى، أليس كذلك؟ ثم يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لا تفقه شيء كما كنت صغيرا، ثم تموت وتنتن وتستقدرك البهائم قبل أن يستقدرك البشر، ثم لا يبقى معك إلا عملك الصالح. والله تبارك وتعالى بين لنا ذلك في آيات موجزة يسيرة، لو استصحبها الإنسان دائما لما تكبر على أحد من البشر. يقول الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، رزقك الأمور التي تسير بها، السمع والبصر والفؤاد والجوارح، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره يوم البعث. إذن انتبهوا أيها الإخوة من أن تتكبر على أحد من المخلوقين، لا تتكبر على أحد، أنت في نفسك صغيرا، لماذا يكون هذا الكبر منك؟ أدنى شيء يضرك ويؤذيك، أدنى شيء يضرك ويؤذيك. وتأملوا في هذه الآيات بشكل دائم، واعلموا أيها الإخوة أن الكبرياء رداء الله، فكلما نازعتك نفسك لتتكبر على أحد من المخلوقين فاعلم أنك تنازع صفة من صفات الله تبارك وتعالى. جاء عند أحمد وأبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار.
والحديث في مسلم عن أبي سعيد الخدري بلفظ مختلف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، وأن يجعلنا من عباده المتواضعين البعيدين كل البعد عن الكبر وعن المستكبرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.